رحنا لاهور المكتب الثقافي، سكننا بفندق امام محطه القطارات. هذا كان اكبر فندق طويل، حوالي ما اذكر الان كم، 15 دور 14 دور سكننا. اليوم الثاني جانا اتصال من الاستقبال، احنا بالغرفه، الو الو، ردينا على ذيك الانجليز الله لا يوريك، ريستورانت، وما نعرف انت ريستورانت يعني ريستورانت وما ادري، ما كنا نعرف. فقال زوجة صاحب الفندق عندها اخو يبغى يقابلكم وفي نفس عمركم. اكلم زميلي قال خلي شي، والله جانا هذاك اليوم بالولد الباكستاني الطويل الضعيف، شعره شويه طويل وكأنه شايف الدنيا من السعودية وما أدري كيف. والله شوف ربي يرسل لك ناس، يرسل لك ناس أنت ما تدري تيسر لك. وأخذنا طلعنا رحنا مطعم ويحاسب علينا طبعا، ودانا سينما، وش سينما ما عمرنا شفناه. حدثت الأوردو ها؟ تعلمت الأوردو، تعلمنا الأوردو. بس بعدها شوف كيف الناس الطيبين. وبعدين عائلته قالوا جيبوهم عندنا، عنده أمه واختين. الام يا الله زي الوالده، حتى لما نقلنا خلاص سكننا بالجامعه صارت تجي كل اسبوع تجيب لنا الاكل وتجيب لنا. ترى الناس طيبه، الناس طيبه. لكن بعد فتره انا عشت في باكستان بعدها، بعد لما بدوا اللي يجون ياخذون العمال، وبدا السعودي الباكستانيين يجون السعوديه ويختلطون مع بعض البشر اللي ما يعطونك صوره. لذلك دائما الواحد لما يسافر المفروض يعطي صوره جميله صحيح عن بلده. صحيح. بعدها صاروا اذا انت سعودي تدور لك سكن، صعب انك تلقى سكن، ما حد يبغاك. شوف كيف انقلبت الصوره. من يوم كانوا يجونك يقول لك تعال عندنا، ياخذونك يجيبون لك الاكل. في النهايه لما بدا اللي يجون ياخذونك، بدا السعوديين يجون بكثره، وصار في تصرفات وسلوكات غير طيبه، صاروا ما يبغونا.